ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ هذا الكلام للأصحاب ستيم، هذولهم اشتريت اللعبة من ستيم. شباب، هذا السيارة داف 2021 ستيم، يعطانا بلوشي وعلوشي. هسا أعلمك شلون تحملها. أخلي هذا الرابط بالوصف، زين؟ هذا الرابط ستيم بالوصف، أو اذا انت دخلت على الرابط البلستيم، اذا لازم انت كان مسجله من الجوجل. فانت شو تسوي؟ تجي مثلي، هي اخلي الرابط بالستيم، هي انا حملته بها صح. اذا يمك هي هنا يطلع زائد، تدوسه راسا هو يحملها بثواني، يحملها على الستيم مالتك، زين؟ هي شوف بها صح، انا حملته. فانت ما تعرف هذا الشغلات الجوجل، وما بعرف شنو يصير زحمة عليك. تابعوا الشرح زين، وبعدين لا تقول يا اخي علي بالتعليقات رجاء حبايب قلبي، تابعوا الشرح لا تدوخني، الله يخليكم. ما تعرف تدخل على الجوجل ويقول لك جيب اسم الستيم وما بعرف شنو. اني هسه اسهل عليكم، شو تعمل عمري مثلي؟ هي معطي هذا كوبي، ها نقوله كوبي يابا، ها نعطي فيه، اعطينا فيه على الصفحة. شو نعمل؟ ندخل الى اللعبة مالتنا. ها تابعوا ركزوا، الشرح يعني قليلة، يعني بلكي الشرح مالتنا 3 دقيقة او 2 دقيقة. نمشي هذا. هم طبعا شاشة كمبيوتر مالي نص اسود ونص ابيض، بس قلت خلي انزل هذا السيارة على جماعتي. هي شوف اني محمله جبته. فانت شو سويت؟ مو اخذنا كوبي هذا الاسم، تجي هنا تدوسه، بعدين تجي هنا، هي هذا بها عدسة، تدوس واحد كليك، كليك اليمين تقول له باس، يعني نفرغ هنا هذا الاسم، تجي هنا تدوسه. رأسا حولنا الى هذا السيارة مالتنا، هي هو هذا الشكل ماله. هذا كله دافد، لا تصير طمع، لا تروح هنا ابدا، ما عنده علاقة على هذولهم، زين؟ هذولهم لا، هي شوف هو يظهر يمك هيجي زائد حبيبي، هي بس تدوسه بثواني يحمل، بثانية هذا زائد تدوسه تتحمل، بس مو هذا السيارة، هذا، ها هذا، هذولهم قديمين، لا تروح على هذولهم، زين؟ لا تتحمل، يورطك. هذا الشكل خليها بدماغك، هو بها زائد مثل هذا الزائد، هو هنا تدوسه بثواني يتحمل. لما حملت شو تعمل؟ نعطي هذا فيه نشيله على هذا الموضوع. نجي هنا هذا الدف مالتنا على الشرس، نعطي دبل كليك، وطبعا اني هم اجيب، لا خليه هو هذا. جيت هنا الدف مالتنا، تجي هنا تقول له نعم. هسه من هنا هم ندخل على اللعبة. طبعا هذا لم يظهر لأن أني شايلة المودات على مود الشرح، هو أنت لا قبل يخليك هنا. تابعوا الشرح، لأن أكو جماعة أكو ملفات أني خليتها رقم سري. أقول له حبيبي تابعوا الشرح تتلقي الرقم السري بالداخل الفيديو، هو ما يعرف يكتب. أخي علي ما لقيت عمري، تابعوا. شو نعمل؟ وهذا السيارة الشباب الحمد لله طبعا يعطانا مود، ها هذا السيارة مود ستيم يعطانا هدية مثل سيارة الفورد. هذا للأصحاب ستيم، ها ما عنده علاقة على أصحاب ما عندهم ستيم، لا هذا للأصحاب ستيم فقط. هذا إصدار 1.42 إلى إصدار 1.43. ويا جماعتي يا جماعتي، لأن هذولهم الجماعة يجون وياي نحنا نلعب أونلاين، حبايب قلبي أنتم كلكم حولوا إلى إصدار 1.43، لأن باكر نحنا نلعب إصدار 1.43، زين حبايب قلبي. هذا حمودي وامير وعلي ومحمود وستيفان وكلكم، يلا 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 ما نطول. نجي هنا هذا المود مالتنا، طبعا هذا ستيم يعطانا، زين؟ فانا بختار هذا اخير واحد، فشويه ما اسوي بعطي تعديلات، لان الشاشه يمي شويه اسود ما اشوفها زين، احول اني هذا يعني مواصفات. هي شوفها تريد هيجي، تريد كذا او تريد هيجي، هذا يعني
أني سويت واحد سيارة أحلى تعديل بس خربت بيدي، ما شفت لأن الشاشة نس أسود ونس. شوفه هو الدركسيون هنا، إذا أنت إذا إصدارك 43 كل شيء تمام، إذا إصدارك 42 هسا إصدار مال 42، إذا فرزنا الدركسيون ما لفيت يمين ولا يسار ماكو مشكلة، طفي اللعبة وشغل اللعبة. ايه ما بس طفي وشغله كل شيء يصير حاضر جاهز زين. اها نجي على هذا الدركسيون، شوف هذا مواصفاته هي، شوف تعال هنا هذا شنو الفرق بين هذا، كل شيء تقدر تغيره هي، حتى هذا الشغلات او تجي هنا هي نغيره هي، هذا اللون هذا اللون هي تجي هنا. يعني صراحة موت عال العال، وشباب لايكاتكم لا تنسى لايكاتكم حبايب قلبي، لايكاتكم يعطوني تشجيع تشجيع. هو منو الربحان اني لو انت؟ ايش قد تفرح فرحني اعطيني لايك او شارك الفيديو بعد مالتنا. شوف شوف هذا يعني هذا يعني داف شباب، يعني اسطورة اسطورة. انتم يلا ما اطول الفيديو، انتم تسوون. فهذا جماعتي مثل ما يقولون جيش مالي الاونلاين، لا تنسونها كلكم حولوا على اصدار 1.43، اذا ما تعرف شرح موجودة. شوف هذا تغيره يعني صراحة جميلة. ممنون ممنون، نحن ممنونين من شركة ستيم، شركة ابو الحندلوك. تغير هذا او هذا، هاك شت لون تريد تغذى، خلي هذا تعال دجبول مو دجبول يعني هذا فوق هيجي شنو موجودة هذا. نجي هنا مثلا هو هذول، بشوف شوف قد قبعات موجودة ها كلهم كيفك. يعني مثل ما يقولون اذا تشارك الفيديو حبيبي لا بس تتابع لنفسك فقط، شارك بلكي حتى غير واحد يستفيد يعطوا اجر علينا، لا تصيرون بخيل عمري. اذا اني بخيل فرزنا ما انزل هذا السيارة، اقول لا والله ما انزل، بس لا شنو سيارة ابوي شنو. يلا حبايب قالوا ما اريد الفيديو يطول، يلا ها فانتم تسووا انتم. تجي هنا مثلا هي هذا اشكال انواع التانكيات تخليها. يلا هذا جماعتي جيش مالي، اني اسمي جيش مالي، هذول هم جيش الاونلاين سوون هيجي باكر سوون هذا اللون. لا والله ماروني احسن. ايه شوف لا لا وين هذا هذا ايه كلنا سيارتنا هيك، لان اذا تجي وياي سيارتك مو نفس اللون اقول لك روح غيرها، ما انت غيرها قبل ما اقول لك حتى يصير بالبس لان البسات مالتنا قويه شباب، حتى يطلع حلو سيارتكم وسيارتنا. شوف الهورنات ها، نجي هنا شوف السقف هسه علينا هذا. شباب يعني والله والله يعني عندي متابعين عراقي مصري قال والله اخي علي فيديوهاتك كله نحنا مستفادين من فيديوهاتك. ايه يعني انا ضمير احب ضميري يعني. شوف شوف هذا، شوف هذا يا جماعة اسوي هيك ها، تقدر تسوي هيك. هذا اخليه نجي على هذا. فانت تقدر حتى هذا اللون تجيبه هنا، بس لا اني ما اجيبه، اريد هيجي دقيقة نروح شوية فوق شباب. يعني موت ما شاء الله خرافي، يعني قلت احنا ممنونين. هذا وتقدر حتى تجيبه هنا، هذا كله اسامي، وطبعا سيارة مالتك رسمية شباب ستيم اعطيتك، ماكو لا لاج ولا مشاكل فانت تسوي هذا كيفك. هذا يرد لك كثير شغلات، ها هي هيجي تتحب او هيجي هيجي. اني بعدين اني اسوي واحد على كيفي، اخلي هذا القلوب هنا او تخلي هذا. فشوف ما شاء الله يعني موت درجة اولى، خلي هيجي. فاني ما اريد الفيديو يطول، نجي هنا شوف الالوان هذا. لا تستعجل لا تستعجل، هو السيارة ما يهرب، تابعوا الشرح شوية.
اني بعرفكم هسا كلكم يخلون الفيديو ويهربوا. والله بها شيء مهم ما اقول لكم، بالاخير اني اقول لكم هسا، بعدين كلكم تحملون المود ويشكل الكمبيوتر هما رأسا يحرق الكمبيوتر، بالاخير اني اقول لكم. لا تابعوا الشارح، روح حاملها. اني غشيم مالتكم. هسا اقول لكم شنو هو. طبعا متابعيني يحبني ويحب القناة مالي، يحبون اخلاقي، نحنا بصراحة اخوة يعني. والله شباب ما اني هم احبكم والله يعني بصراحة، كل مرة اني بمدحكم ابدا صمم بكم ونعمون. لا لا، عشاق عشاق الشباب عشاق. والله كمبيوتر مالي شاشة احترقت هسه جد من السوق، كسرت رجلي كل شاشات 150 دولار 200 دولار. والله لقيت واحد اجيبه لي، انا لازم اشتري كبير يا حباب قلبي. ما اريد اطول الفيديو لان الشاشة يمي النص اسود النص ابيض، يعني انا بس اشوف التايرات، انا من هنا اشوف هذا هيجي اشوف هيجي اشوف هنا ابيض وهنا اسود، يعني ما اشوف الفوق شنو موجودة. شوفه هنا تجي هنا يا جماعتي، هذا لما اقول جماعتي قصدي هذا جماعة اونلاين يجون معي نلعب. حبايب قلبي كلكم ستعدلوا سيارتكم على هذا اللون زين حبايب قلبي، وحولوا جماعة حولوا الى اصدار 1.43 زين، لان هذا المود تعمل اصدار 1.42 الى اصدار 1.43 زين. يلا هسه حاليا ما اريد ما اشتري حتى بعدين اني اعدلها مثل ما يقولون على كيفي. فهسه الشيء اريد اوريكم الاصدار مالي الحالي، هذا اصدار مالي 1.42، اني هم هسه دا احولها الى اصدار 1.43 حتى باكر تجون معي نحنا نلعب اونلاين زين. قصدي يعني انتم هم حولوا الى اصدار 1.43. يلا حبايب قلبي مع السلامة، لا تنسوا لايكات عمري، اكتبني تعليقاتكم حلوة انا افرح بها، فيما لا الله معاكم.